خمسة قرارات تدين سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالمنطقة العربية بالأغلبية المطلقة صوت أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الرابعة والثلاثين احتجاجا على سياسة الاحتلال الإسرائيلي القرارات التي رفعها مجلس التعاون الإسلامي ووافق عليها مجلس حقوق الإنسان هي القرار الأول يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية القرار الثاني يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية القرار الثالث يدين البناء المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أما القرار الرابع فيدعو إلى ضرورة مساءلة إسرائيل على انتهاكات القانون الدولي في الاراضي الفلسطينيه المحتله. كما اعتمد المجلس قرارا يؤكد عدم شرعيه او قانونيه كل الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل في الجولان السوري ويطالب بالسماح بعوده سكان الجولان واسترداد ممتلكاتهم والكف عن فرض الجنسيه والهويه الاسرائيليه عليهم. هذه القرارات لقيت ترحيبا من طرف وزير الخارجيه والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي. الذي اعتبر أن الموافقة على إصدارها يؤكد على الإجماع والزخم الدولي الداعم لقضية فلسطين تضاف لائحة قرارات مجلس حقوق الإنسان إلى مواقف وقرارات سابقة مؤيدة للقضية الفلسطينية لكن أرهان انتصار القضية في تطبيقها على أرض الواقع لو تحقق ذلك